السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ازيك عاملين ايه؟ يا رب يكونوا الجميع بخير، يا رب يسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم مساء. أنا عارف إن أنا متأخر عليكم، معلش والله غصب عني. فعلا يا جماعة ما فيش سمك، والله ما في سمك ولا بر ولا بر ولا أي حاجة، ما فيش سمك والله يا جماعة، فمعلش سامحوني. إن شاء الله هيبقى في فيديوهات قوية جاية بإذن الله. النهاردة أنا راجع لكم بحاجة تخص الصيد وتخصك برضه في البيت. فيديو جديد إن شاء الله، إهداء من أخويا خالد، عايش في أوكرانيا، صاحب قناة صعيدي في أوكرانيا، وعنده قناة تانية اسمها خالد دوفيتش. هو منزل الفيديو دوت عنده في خالد دوفيتش، هنسيب رابط القناة بتاعته إن شاء الله في أول تعليق بإذن الله ومشيته. الفيديو فكرته فكرة سبرتاية، فكرة جميلة خالص، نتمنى يا رب إنها تعجبكم. يلا بينا نروح مع خالد. الفيديو ده بهديه لأخويا سامح الخوارقة، نوعات رحال. أنا خالد هريدي، عايش في أوكرانيا، قناتي اسمها صيد السمك مع خالد لوفيتش. النهاردة هعمل لكم التوتة والإزاز، لأول مرة في مصر حد يعمل هذه التجربة، أنا هعملها لكم. في ناس بتعمله من علب الكنز، هعملها لكم عادي بتتعمل، لكن النهاردة أنا هعملها من البرطمان الإزاز. بتحتاج حضرتك أي نوع برطمان إزاز، بس أهم حاجة يكون ما بينفس، يعني تختبره بالمية قبل ما تشتغل. يعني ان شاء الله باذن الله الفكره اهم حاجه توصل لكم، وانت هتعرف تعمله وسهل جدا. احنا الحمد لله مخنا نظيف. طبعا موسم الصيد اشتغل، نلبس الجوانتي كده، احنا حمينا ايدينا. نبدا بقى. المواد المستخدمه معجون حديد، طبعا يعمل اكتر من 10 توتة اللي هو معجون الحديد ده، خلاص. طيب دي اول حاجه. تاني حاجة، عاوزين قطعة حديد أو سيخ حديد، المقاس اللي أنت عاوزه يفضل تكون أرفع حاجة، ده أرفع حاجة أنا لقيته موجود في السوق. بتحتاج قطعة خشب، قطعة أهي أي حجم، ممكن أصغر من كده، المهم إن أنت تحط عليها التوتة وكده، وممكن تقص دي، المهم تبقى على قد التوتة وبتاعك، ما يبقاش محطوط على الأرض كده، ماشي. وبتحتاج حتة دبار من النوع ده، وما أكثره عندنا، هتلاقوه موجود كتير قوي في دولنا. بتحتاج حتة ماسورة نحاس، أهم حاجة تكون نحاس 50 سنتي، اللي هتاخده هتاخده منها، والباقي أنت هتحتاجه فيما بعد. ده بالنسبة للخامات اللي أنت محتاجها للتوتو. العدة المستخدمة، صفيحة منشار موجودة عندنا في كل بيت، ماسورة صغيرة عشان تلف عليها الماسورة دي، وهقول لك استخدامها إيه دلوقتي. مبرد لو عندك تخليه جنبك، مسطرة أو بوكوليس زي اللي معايا ده، ماشي، هتحتاجه في المقاسات. لو ما عندكش عادي، يعني ما تلزمش نفسك إن أنت تجيب بوكوليس، مسطرة عادية أو أي حتة خشبة، المهم تصرف هتخلص الموضوع. زرادية خليها جنبك. لو عندك مغراز زي ده كده، وده ما أكتره برضو عندنا في الدول العربية، تجيبه، لازم، مهم جدا عشان هتحتاجه. صنفرة، شاكوش لو لازم الامر، وفي الاخر سبرتو او كحول. خلاص نبدا نشتغل في التوتو بتاعنا. ها نشتغل في الغطا، احنا محتاجين الغطا بس. طيب يبقى ناخد المقاسات، اخد المقاسات وارجع لحضراتكم. بتعلم وبتعمل مستطيل في نص الغطا بتاعك، مستطيل عشان تشتغل عليه ويبقى مقاساتك مظبوطه، كل حاجه في مكانها زي كده. بتخرم أربع تخرام زي ما حضرتك شايف كده، تمام؟ أهم بيكونوا تقريبا بينهم حوالي 3 سنتي أو 4 سنتي على أقصى تقدير، الأربع تخرام، يعني الخرم ده للخرم ده تقريبا 3 أو 4 سنتي على أقصى تقدير، يعني ما تزودش. وبتبدأ توسع الخرام بتاعتك بأي حاجة عندك بقى، مبرد صغير، مفك، شنيور، بحيث إن نفس المقاس بتاع الفتحة دي يبقى بنفس فتحة الماسورة. خلاص هكمل وارجع لحضراتكم. هتوصل الماسورة دي بالفتحة اللي قصادها اللي احنا فتحناها. في النهاية بتقطع ثلاث قطع من المواسير النحاس، قطعتين بيبقوا كده اهو بالشكل ده،
الله تبقى المرحلة بالشكل ده. خلينا أجزأه وارجع لكم. بتعلم السنتر او سمك الماسورة اللي هي الكوبري دي، بتعلمها من هنا ومن هنا عشان تعرف لازم تخرم خرم رفيع في نفس الماسورة النحاس، الماسورتين اللي تحت دول. الخرم ده هيبقى بإبرة او بالسنبوك او بالمغراس اللي معاك، ماشي. خرمت الخرم اهو، شايفين اهو. نعمل التانية وارجع لحضراتكم. كده خرمت الخرمين اهم، لازم يكونوا خرمين رفيعين جدا، ماشي. وبيبقى الشكل النهائي كده، بيبقى فاضل على اللزق. مهم جدا ان انت تحكم القصة دي، ما تخليش اي خرام مفتوحة هنا في المنطقة دي. دي فايدة بقى ايه؟ معجون الحديد ما بيتأثرش بالنار، يعني بالنسبة للحرارة او النار ما بيجيش في المنطقة دي اي حرارة. خلاص هلزقها وارجع لحضراتكم. بعد ما بتلزقها بالشكل ده وبتلزقها من الناحية التانية وتتأكد ان مفيش اي تنفيذ في المكان ده خالص غير الخرمين اللي هما في الاول، بعد ما بيجف تماما اللزق اللي انت لزقته او اللحام الحديد اللي انت لزقته، هو تقريبا بياخد من ساعتين لثلاث ساعات بالنسبة للزق اللي هنا، ممكن يكون في بلدك بياخد اكتر ممكن بيكون اقل. المهم تتأكد وتديله راحته. انا سبته تقريبا 10 ساعات عشان اتأكد ان هو بقى حديد فعلا ومفيش اي تنفيس خالص. مرحلة اللي هي الاخيرة، بنجيب الدبار بتاعنا دون. انا عاوز ادخل الدبارة دي لحد هذه المنطقة، لحد هذه المنطقة في كل المواسير. اعملهم وارجع لحضراتكم. حاول تخش على قناتي، قناة صيد السمك مع خالدوفيتش في أوكرانيا، اتفرج عليها، فيها حاجات كويسة جدا عن تطهير الغاب وحاجات كتيرة قوي، وتشوف بالمرة التوتب والإزاز اهو محتاج لي قعدة. ادي التوتب والإزاز بعد ما خلص، نجربه بقى ونشوف تجربة ناجحة ولا فاشلة. طبعا المية بتغلي ومحضرت كوباية الشاي زي الفل. طبعا اهي شغالة، اهي تجربة طبعا ممتازة. وادي كوباية الشاي على المية زي الفل. حاول تعمل يعني، انا عامل دي كده، ممكن تجيب غطا حاجه ساقعه وتحطها هنا وتحط فيها نقطتين سبيرتو قبل ما تولع التوتو بتاعك عشان دوره السبيرتو تشتغل في مواسير النحاس دي. وصباحكم ورد وعسل، خلي بالكم من نفسكم، سلام عليكم.